ماما ماما ماما. ها طمنيني، عملتي ايه؟ عرفتي تحلي المشكله؟ مدحت زيدان هيقعد في الشقه والعقد هيبقى باسمه. استاذ مدحت. مين؟ مش قادر اقوم، الباب مفتوح. ما قدرتش اعزل. انا جبت العقد اهو. ناقص بس على امضتك. انت جبت دكتور ولا لا؟ دكتور؟ الدكتور بيقول انك بصحة وبخير يا امي. انا هنزل دلوقتي يا استاذ مدحت، هبعت لك دكتور قريبي. ما تحاسبوش، مش هياخد منك حاجه. دوله، اهلا يا هدى، وحشتيني قوي. بطلي بقى، لحد بيشوفك ولا اتصالي بالتليفون؟ مشغوله لشوشتي بيه يا اختي بحاجات كتير قوي، ولازم انا اللي اعملها بنفسي. وديكي بقى عارفه المسؤوليه. يا سلام. الله، ايه ده كله يا عم جمعه؟ وانا كنت دخلت جوه الكيس، انا اعرف من ايه. الست فاتت بالعربيه وقالت لي طلع دول للاستاذ مدحت زيدان، شلته وطلعته. ست مين؟ الست الصغيره صاحبه البيت، قلبها طيب بس يا خساره ما عندهاش بخت، اتطلقت لكن بكره تاخد سيب سيده. يا سلام على كرامه وحنيه قلبها. شايف بعتلك ايه؟ اصلك صعبت عليها قوي.